التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل، هكذا نجدد التحية واللغة مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وهو شوطنا ايضا الثامن في تعداد اشواط هذا اليوم الخاص بمنافسة ايضا الجعدان لإذاع المهجنات الأصايل. نبدأ بالصدارة ونتابع المقدمة والمركز الأول في هذه اللحظات، اللي على المقدمة اللي على البداية الأولى يأتينا في صدارة هذا الشوط. في المركز الأول حامل رقم 33 متواجدا على البداية الأولى في هذه اللحظات. هنا الكاس لسالم بن حسن بن حميد بن ركاض العليلي على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول الكاس سالم بن ركاض العليلي. نعم نعم زميلنا وصديقنا ياتي في صدارة هذا الشوط، بينما نقلتنا على المركز الثاني، وفي المركز الثاني ياتي الان ويتقدم هنا النادر لسالم بن سعيد بن سالم لينيبي، بينما ناخذ اللي على المركز الثالث، وفي المركز الثالث الان هذا جرح طامي. وبذكريات الماضية حمدان، بذكريات بحر طامي يتقدم اليوم ليقدم لنا جرح طامي. ياتي جرح دامي، نعم جرح دامي لحمدان بن محمد بن مصلح الأحبابي يتقدم مع المركز الثالث، بينما في المركز الرابع، في المركز الرابع أشوف الوصول الآن من قبل شاهين قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، والمركز الخامس، وفي المركز الخامس يأتي هنا متعب لسعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني يتقدم نحو المركز الخامس في هذه المسيرة. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى التي تسير في ناموس هذا الشوط. عودة من جديد إلى الصدارة، عودة إلى المركز الأول. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، إلى الكاس، هذا الكاس اللي على المقدمة مسيطر بشعار سالم بن ركاض العليلي. روح يا بن ركاض وركز مع الكاس، ركز مع الكاس اللي على المقدمة اللي على البداية مسيطر منذ بداية الانطلاقة، لكن أشوف هنا الوصول، أشوف القدوم الآن من قبل النادر سالم بن سعيد بن سالم الجنيبي. الله، وشوف هناك من الجانب الآخر اللي تحرك شاهين قطامي بن محمد بن ثاني السويدي، وهنا الغيلاني قادم يقدم مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام في هذه المنافسة. متعب سعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني، والمركز الخامس، المركز الخامس ياتي هنا جرح دامي لحمدان بن محمد بن مصلح الأحبابي ياتي ليحتل المركز الخامس. هذه المراكز الأولى، الكيلو الأخير، الكيلو الأخير وجولة الأوامر النهائية. يا بن قطامي، يا ياتي هنا قطامي، نعم بن محمد بن ثاني بن قطامي السويدي في صدارة هذا الشوط في المركز الأول، بينما ياتي متعب على المركز الثاني. متعب يتقدم لسعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني في المركز الثاني، المركز الثالث، المركز الثالث هنا الوصول من النادر سالم بن سعيد بن سالم لينيبي، وجولة الأوامر النهائية. يلا يا قطامي، يا بن محمد، يا بن ثاني السويدي، عط الجمهور عرض مع الأمتار الأخيرة مع هذه المنافسة. الله،
ايوه الغيلان يحرك، الغيلان يحرك متعب وصدر تعليمات. ياتي سعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني مع الامتار الاخير، مع الامتار النهائي بدأت جولة الاوامر. الله والعصا، ولكن العصا، العصا في الابطان، العصا في الابطان. راح شاهين على الصدارة الاولى على المركز الاول في هذه اللحظات. متعب، متعب وشاهين، شاهين ومتعب، شاهين ومتعب. الفوز وين؟ الفوز وين؟ شاهين بدون اي اوامر، بدون اي تعليمات، ولكن متعب يحاول. سلام الى ند الشبا، سلام قطامي بن محمد بن ثاني السويدي المركز الثاني. وصل متعب لسعيد بن مبارك بن دعفاس الغيلاني المركز الثالث. وصل فيه مشاهدينا الكرام المركز الثالث. نتابع صاحب المركز الثالث مع لجنة خط النهاية أثناء من هو أيضا اللي احتل المركز الثالث في هذه المنافسة لكي نعطي لكل حظ حظة من خلال هذه المنافسة. وصل متعب لأحمد بن مبارك بن حميد المزروعي هو من احتل المركز الثالث. هكذا نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى. عودة للتوقيت الزمني 6:16. تهانينا وناموس لقطامي بن محمد بن ثاني السويدي على فوز متابعين الكرام اللي هو أيضا شاهين بدون أوامر. أهدى أهالي ند الشبا هذا الفوز والانتصار.